ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار الدكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. نرحب فيك دكتور. الله يحفظك ويسلمك دكتور. طبعا هذه هي النسخة الخامسة وحققت نجاح على مدى 4 نسخ سابقة. ما هي يعني استعداداتكم لهذا الافتتاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر لكم على هذه الاستضافة. وبالنسبة لاستعداداتنا هذه السنة جات صراحة يعني متماشية مع التنسيق اللي تم الإعداد له لهذا المعرض. طبعا احنا بدينا من فترة في الإعداد لهذا المعرض، والنسخة الجديدة لهذه العام يعني فيها إضافات جديدة عن سابقة المعرض. في السابق العام الماضي كان مرتبط بالبحرين تماما. هذه السنة أضفنا بعض الفقرات الجديدة، مستضيفين فريق تركمانستاني في مجال العروض الخيل، فهذه إضافة السنة أضفناها. كذلك من الإضافات إلى المعرض هي مشاركة ناشنال جيوغرافي في معرض خاص حيكون جدا شيق للزوار، خاصة فئة الأطفال والشباب، إنهم يتفاعلون مع الكائنات الحيوانية من خلال الأبعاد الثلاثية، تصوير الأبعاد الثلاثية، ويمكن أنهم يتفاعلون ويتعرفون على طبيعة حياتهم وأنشطتهم في بيئاتهم المختلفة. فهذه كان يعني إضافة جديدة في مشاركة عالمية يعني. نعم. في هذه النسخة نعم. وكذلك المشاركة القوية أيضا من محمية العرين، كذلك السنة تضيف طابع آخر اللي هو أهمية المحافظة على الحياة الفطرية وما شابه ذلك. من الإضافات أيضا نحن توسعنا السنة في المعرض وأدخلنا السوق الداعم للقطاع الحيواني في المعرض. فالسوق يعد بمثابة تقديم كافة أنواع الخدمات المساندة لتطوير القطاع الحيواني على كافة الأصعدة، سواء على فئات الخيول أو فئات المواشي أو فئات الطيور. فهذه الأسواق هي أصبحت أسواق داعمة ومشجعة، وأيضا هي فرص استثمارية يتم الاستقطاب إليها وتعامل معها. دكتور، ركزت على الإنتاج المحلي في هذا المعرض. نعم، إحنا يعني نعرض الإنتاج المحلي بصورة عامة من أنواع المواشي والطيور. كذلك هناك إضافات أخرى جاءتنا من خارج البحرين، وخاصة في مجال بعض أنواع الأبقار وكذلك الطيور الزينة وما شابه ذلك، تكون متوافرة ومتاحة موجودة عندنا في المعرض، وتعرض في يعني في أماكن خاصة حسب كل فئة من فئات الحيوانات المشاركة في المعرض. نعم دكتور. طبعا هو اليوم هو الافتتاح الرسمي طبعا، وغدا الجمهور. نعم. حضور الجمهور طبعا الجماهير شهدت النسخ السابقة. صحيح. يعني رغبة شديدة من لدى الجمهور بالحضور. نعم. هل هناك فعاليات مصاحبة لهذا المعرض؟ طبعا هناك عدة فعاليات بتكون هناك، مثل ما قلت الفرق الاستعراضية بتكون موجودة على مدى 4 أيام من فترات المعرض. كذلك مثل ما قلت لك الناشيال جيوغرافي موجود متاح للجمهور، وكذلك أنواع مختلفة للطيور، وهناك مسابقات للطيور واستعراضات للطيور وبعض الكائنات الحية بتكون على أرض المعرض، وهذه كلها إضفاء طابع شيق يعني للجمهور، ويعطي أيضا فكرة عن أهمية تنمية القطاع الحيواني والاهتمام بأنواع الحيوانات المختلفة، سواء كانت للإنتاج الغذائي المساهمة في الأمن الغذائي، أو كانت هي الحيوانات الأليفة اللي الإنسان يستأنس بها من أجل تربيتها. نعم. نعم دكتور عبد العزيز محمد عبد الكريم الوكيل المساعد لشؤون الزراعة بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا. شكرا. ونتمنى لكم التوفيق. شكرا. شكرا. شكرا دكتور.